السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بمطبخي. ان شاء الله اليوم بدنا نسوي كيك بوبس او في ناس كمان بيقولوا له راس العبد. في عندي مكونات، اذا في عندك اي كيكه قديمه مثلا صار لها يومين ثلاثه بالبراد ما حدا عم ياكلها بنحولها ان شاء الله لشغله كمان كثير طيبه، او ممكن سويتي كيكه وفشلت معك ما زبطت كمان بصير. هون عندي انا كيكه، هلا ان شاء الله بدنا نفتتها. وفي عندي هذا الصوص اللي بدنا نسويه للكيكه. في عندي هون 200 جرام شوكولا وكوب كريمه، وعندي هون شيء ربع كوب حليب مكثف. وممكن اقول لكم انا كمان ايش في بدايل، يعني ممكن بدال الكريمه نحط حليب، بس هون بدنا نحط معها شيء معلقتين زبده لاني هون الكريمه فيها دسم اكثر. وهون في عندي هي 200 جرام شوكولا مشان التغليف، كمان هي بس نجي للخطوه كمان ممكن تستغنوا عنها ممكن تسووها. شيء معلقتين زيت بدي احط معاها وشويه فانيلا للصوص. هلا اول شيء ان شاء الله بدنا نسوي الصوص. بدي احط الكريمه انا هون، بدي اسخنها ان شاء الله وبرجع لكم. انا سخنت الكريمه يعني درجه الغليان قبل بشوي مشان نحن كمان هيك وقت اللي بنعقم الكريمه بصير معنا هذا الكيك بوبس بيطول ما بينتزع بسرعه. هلا ان شاء الله بدي احط انا حليب مكثف، وممكن كمان بدال حليب مكثف تحطوا سكر كمان بصير يعني كبديل. وهون السكر انتم الحلا، انتم كمان حسب نوع الشوكولا، اذا الشوكولا فيها سكر ما بده سكر، بس انا الشوكولا اللي عندي اياها مره. بدي احط الشوكولا، احط لها شويه فانيلا، هيك شي معلقتين زيت بس. يلا هلا بخليها على جنب حتى تدوب لحالها لبين ما هيك تهدى شوي. انا بدي افتت الكيك، بدي افتته هيك كتير ناعم، شايفين؟ شايفين انا بعد ما فتتته صار ناعم. انا بدي اكد فوق الصوت، بين ما فتتته بكون هذا برد شوي، يعني ما بدي اياه كمان يكون ساخن كتير يصير مثل العجين، بس هيك يكون فاتر شوي. يلا بسم الله. خلطه شوي. وكل ما كان صدقوني الكيك قديم بيكون اطيب، يعني بيمتص صوص اكثر. انا هلا بدي اعجنه شوي بايدي. شايفين انا بعد ما عجنته صارت عجينه تمام، مهم اني تلم معاكم هيك. يعني انا ما بقدر اقول لكم قديش الكمية يعني الكيك، انتم حتى تصير معكم هيك مثل العجينة، شايفين؟ بتتكور بكل سهولة، وانتم هون حجم اللي بدكم اياه بتكوروا، كبيرة صغيرة اللي بدكم اياه، شايفين؟ بكورهم، وانا هون حاطة ورقة زبدة. شايفين انا كورتهم خلصت التكوير. هلا في عندكم انتم هون خيارين، ممكن اني نغطهم هلا هيك هن رطبات شوي بنسويه هيك بالمكسرات، شايفين؟ اي مكسرات عندكم بالبيت بيصير، اي شيء ممكن، بس بجوز هند او اي شيء متوفر عندكم ممكن نسويه هيك، او انا اذا بدي اسوي الخطوه الثانيه انا هلا بدي احطه بالبراد حتى يبرد شوي، بنذوب الشوكولا وبنغطه بالشوكولا ان شاء الله. انا بدي اسوي هيك شوي وهيك شوي. يلا انا هلا بدي احطهم بالبراد حتى يبردوا شوي بعدين بنكمل الخطوه اللي بعدها. شايفين انا بعد ما حطيتهم بالبراد يعني حطيتهم شغله ساعتين ثلاثه، شايفين؟ مشان يصيروا يعني بردات. وهلا ان شاء الله بدنا نغطسهم بالشوكولا. انا هون ما سويت غير اني بشرت الشوكولا وحطيته على الحمام مائي. صدقوني افضل طريقه انكم تسووها على الحمام المائي، يعني اذا
بتكون تسوى على الميكرويف، يعني جد فيها كثير مغامره، ممكن يعني 10 ثواني زياده ممكن تحترق معكم الشوكولاته، فالاسلم انكم تسوى على حمام مائي، لان درجه الحراره اذا طلعت اكثر من 50 بتحترق الشوكولاته. هلا بدي احط لهم هون يعني شيء معلقه زيت بس هيك مشان تعطيها هي اللمعه. وانا هون ما حطيت سكر، يعني انتوا اذا بتحبوا تحطوا سكر، تحطوا حليب مكثف محلى، هون هذا خياركم. انا بحب الطعمة هيك المرار شوي، انتوا بقى شلون بتحبوا هذا خياركم. يلا هلا ان شاء الله بدنا نغطس. صدقوني هلا احسن طريقه كمان، انا عندي هاي عواد تبعت الشوي، يعني هيك كثير سهل، بس هيك من نشكها هيك شايفين كثير سهل بتغطسوا هيك. شايفين كثير هيك سهل، لا بتوسخوا ايديكم ولا بتوسخوا شيء ابدا. وهون انا حاطه يلا حاطه ورقه زبده تحتها، برجع مسوي وحده ثانيه. وإذا بتحبوا مثل ما قلت لكم تحطوا له بس مكسرات على وجهك ما بصير، أو بس شوكولا، هذا خياركم. نضفها هيك شوي بحطها، أو ممكن يعني تشتغلوا بشوكتين كمان بصير، نعملها هيك بشوكتين الطريقة اللي بتحبوها، ممكن نعمل بس هيك. كمان هيك سهلة نحطها، شايفين كمان سهلة هيك. يلا ان شاء الله انا بخلصهم كلهم وبنرجع نشوفهم بصحن التقديم. شوف انا خلصتهم تغليت بالشوكولاته السوداء، وانا حبيت كمان يعني ارجع ازينهم هيك بالشوكولاته البيضاء، عملت نفس الشيء كمان يعني كمان على حمام مائي ذوبته، بس ما حطيت له شيء ابدا، بس بشرت الشوكولاته البيضاء وحطيت على الحمام مائي ذوبته بس. هلا نزينها كمان بالابيض، اذا بتحبوا كمان تخلوا بس لهون وترجعوا تحطوا فوقه هون مكسرات كمان بصير. يلا بسم الله. يلا انا بس بدي احطهم هلا بالبرد خليني يجمدوا بعدين بنقدمهم بصحة التقديم ان شاء الله. شايفين هذا صحننا النهائي، شايفين ما شاء الله طلع جد، يعني شوفوا من شغله يعني كان كيك قديم يعني مو طيب، سوينا منه شغله كثير حلوه والله، بتمنى انكم تجربوه لانه جد طيبه. بدي افتح لكم وحده اقسم لكم اياها، انا هيك حبيت احطه باكواب ورقيه اذا بتحبوا كمان بصير. شوفوا قلبه جد والله ما شاء الله كثير كثير طيب، بتمنى انكم تجربوه. وانا استعملت على فكره انا استعملت الكيك الاسفنجي، يعني ما في دسم ابدا. اذا انتم استعملتوا كيك ثاني يعني ما في داعي تحطوا له زيت، شفتوا انا حطيت شوي زيت لانه كيك اسفنجي ابدا ما فيه دسم. وهذا هو، بتمنى يكون عجبكم، بتمنى اذا عجبكم تدعمونا وتحطوا لنا لايك وتدعمونا بالاشتراك. وأهلا وسهلا فيكم مطبخي، والسلام عليكم.